بعد شهرين بس من تعيينه وزير أوقاف حصلت المفاجأة. مبارك كسر الأعراف علشان خاطره، ما هو كان حبيبه من زمان، كان صاحب والده وكمان ساعده علشان يعدي في التوجيهية ويدخل الحربية. تعالوا نحكي لكم قصة تعيين الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في منصب شيخ الأزهر، وإزاي خد المنصب من الشيخ الشعراوي، وتفاصيل أكتر في الفيديو ده من خمسة بالعربي. الرئيس الراحل حسني مبارك كان بيحب الشيخ جاد الحق وفضل حافظ جميله، وانه كان بيدرس له العربي وهو في الثانوي علشان يدخل مبارك الكلية الحربية. وبعد سنين وبعد ما بقى مبارك رئيس البلد اتقابلوا تاني، وكان وقتها الشيخ جاد الحق من أشهر المشايخ المصريين. مبارك عين جاد الحق وزير للأوقاف في يناير سنة 82، لكن بعد شهرين بس من التعيين كوزير للأوقاف عينه مبارك شيخ للأزهر، على خلاف المعتاد إن يكون الشيخ من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للأزهر أو أستاذ في الجامعة. تاريخ الشيخ جاد الحق القضائي والعلمي أسكت كل الألسنة وقتها، وما كانش فيه أي اعتراض من أي حد، خصوصاً إن الشيخ الشعراوي اعتذر وقتها وكمان أشاد باختيار الشيخ جاد الحق، وشهادته دي ما خلتش حد يعترض. رغم قرب الشيخ جاد الحق لمبارك وحبه ليه، لكن ده ما منعهوش إنه يعارض قرارات مبارك في بعض الأحيان، ومنهم وقعة اتسببت في إن الشيخ يقدم استقالته من المشيخة، وكانت مشكلة كبيرة ما بينهم. القصة بدأت بمؤتمر السكان واللي وافق عليه مبارك تحت ضغط من الأمريكان، وكان في بنود من بنوده بتمس ثوابت العقيدة وبيبيع حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. قبل بداية المؤتمر بساعات راح الدكتور ماهر مهران وزير الصحة والسكان لمقر مشيخة الأزهر، وقابل الشيخ جاد الحق وسلم عليه وبلغه تحيات الرئيس مبارك، وبعدين قال له إن الرئيس عايز الأزهر يصدر بيان يرحب ويدعم المؤتمر. المفاجأة بقى إن شيخ الأزهر بصله بصة خلت الوزير ما ينطقش بكلمة، وراح مسك تليفونه وكلم الرئيس علشان يرد عليه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها، وطلب منه الشيخ يوصله للرئيس مبارك بسرعة، ولأمر هام جدا. بمجرد ما الرئيس اتكلم الشيخ جاد الحق قال له الوزير بلغني انك عايز بيان تأييد الأزهر لمؤتمر السكان. هنا استشعر مبارك غضب الشيخ وقطعه، قال له يا فضيلة الشيخ انا ما كلفتش ماهر مهران ولا غيره ولا قابلته من الأصل ولا طلبت بيان من الأزهر. وهنا اتعمد الشيخ يرفع صوته ويشكر الرئيس على موقفه، وقال له ده اللي متعودين عليه منك يا سيادة الرئيس، إنك ما تتدخلش في شؤون الأزهر. وطبعاً وش الوزير جاب ألوان من الموقف ده، وقف الشيخ وقال له شرفت يا سيادة الوزير مع السلامة، وما تحركش خطوة من مكانه. لكن وزير الصحة والسكان وقتها خد نفسه ومشي وراسه في الأرض. بعد الوقعة دي بيوم أعلنت إذاعة البي بي سي البريطانية عن مسيرة للعراة هتبدأ من نادي السكة مروراً النصب التذكاري في مدينة نصر، يعني هتعدي من قدام جامعة الأزهر. الموضوع ده أثار غضب الشيخ جاد الحق، ومجرد وصوله للمشيخة كلم الرئيس مبارك ورد عليه كالعادة زكريا عزمي، فالشيخ قال له ورقة وقلم من فضلك واكتب ورايا استقلتي من المشيخة فوراً وسلمها لسيادة الرئيس، وبلغه إنه هيخرج من المشيخة ومش راجعها أبداً. زكريا عزمي تفهم غضب الشيخ وبلغ مبارك اللي أمر بمنع المسيرة وضبط كل اللي هيتواجد هناك وإحالتهم للتحقيق علشان يرضي شيخ الأزهر ومعلمه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.